الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده ان شاء الله هنعمل اتصال اخر مع الاستاذ رضي عيسى، وهنفتح الاسئله بتاعت حضراتكم من خلال التليجرام، وزي ما نوهنا يفضل الاسئله تكون صوتيه. بسم الله نتصل بالاستاذ رضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الله يكرمك يا ريس. الله يخليك. جاهز نفتح مع الناس الأسئلة؟ تمام يا باشا، تمام. طيب تمام، الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ نستقبل أسئلة حضراتكم دلوقتي، ويفضل تكون الأسئلة صوتية، وهيجاوب عليها الأستاذ راضي، وإذا في حاجة أنا محتاجين أجاوبها أنا مع حضراتكم إن شاء الله. على قدر علمي يا استاذ محمد. والله على قدر علمي انا كمان. انت مخدوع فيا والله. لا والله انت على راسنا يا استاذ محمد. الله يعزك يا باشا، الله يعزك. الاقترانات بتكلموا عليها هتكون كتير الاسبوع ده يا استاذ محمد. اقترانات؟ بمعنى في ناس بيقولوا في لسه في فيديوهات نازله النهارده على اليوتيوب خاصة من الأسبوع الجاي ده، في اقترانات لزحل والمشتري وعطارد ومع القمر نعم. والله والله المستعان، الاقترانات دي كلها والكسوف والخسوف والهزات وكثرة الزلازل دي كلها ما بتدل على شيء واحد بس، هو إن في شيء قادم. نعم نعم طبعا طبعا. طب استعد بقى عشان خاطر في أسئلة، بس هو طبعا أول سؤال جاي للدكتور. الدكتور مش معانا يا جماعة والله. يا ريت اعطينا لمحه عن راي الدكتور محمد عيسى داوود بياجوج وماجوج. طب انت عندك راي يا استاذ راضي؟ لا ماليش في القصه دي كلها. طيب انا نجاوب بس على الحته دي بالنسبه لهم ونقول لهم ايه اللي تعرف تجاوب عليه جاوب عليه. انا بتسالني في الارقام. طيب هو طبعا ياجوج وماجوج يعني صعب ان احنا نتكلم عنهم دلوقتي، والدكتور محمد هيفرد ليهم كلام، لكن مبدئيا يأجوج ومأجوج في حدود معلوماتي أنا هم خلق مستقل، خلق منفرد، زي ما الملائكة خلق، زي ما الجن خلق، زي ما الإنسان خلق، فيأجوج ومأجوج خلق منفرد، والله تعالى أعلى وأعلم. يا ريت الأسئلة تبقى في إطار الحرف والرقم وما يقدمه الأستاذ راضي، وإذا في حاجة أنا أقدر أجاوب عليها أنا مع حضراتكم إن شاء الله. بسم الله. بماذا تنصحني كي أحفظ القرآن وأفهم معانيه فهم عميق؟ ماذا أقرأ عن أسماء الله الحسنى؟ معاك رد؟ أي طبعا. طيب طبعا. البداية شوف يا أستاذ محمد، على ما تعلمته من قراءات والحاجات اللي أنا سمعتها من الشيوخ، إن مفتاح اي كنز او مفتاح الكنوز عامه هو الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فاي شخص عايز ربنا يفتح له اي باب شايفه ان هو مغلق امامه عليه بالصلاه على النبي، لازم يكون ليه ورد من الصلاه على النبي. نعم. ان التزمت بورد للصلاه على النبي تفتح لك ابواب العلم كلها، يجي بعد كده حفظ القران وفهم القران. مش هتفهم القران الا لما تكون معاك زي ما بيقولوا كده ريحة بريحة سيدنا النبي. نعم نعم نعم. الريحة دي هتجيلك، وهذا العطر وهذه النفحة مش هتجيلك غير لما يكون ليك صلة بسيدنا النبي. وما فيش أجمل من صلة سيدنا النبي غير بالصلاة على النبي. ما فيش صلة تربطك بالصلاة على بسيدنا النبي غير بالصلاة. نعم نعم. إن أنت تصلي عليه. وكمان الناس فاهمة الصلاة على النبي غلط. إحنا ما بنصلوش على النبي يا جماعة. نعم. ده احنا بنطلبه ان ربنا هو اللي يصلي على سيدنا النبي. نعم. احنا الصيغه بتاعت اللهم صلي، الناس مفكره احنا اللي بنصلي، ده احنا في الصيغه بنطلب ان ربنا اللي يصلي على سيدنا النبي. نعم.
فالاخ او الاخت اللي بتسال على الكيفيه، اعمل لك ورد الاول، لازم يكون ملتزم بورد من الصلاه على النبي. نعم التيسير والفتح لن ياتي طول ما انت ما مسكتش المفتاح، صحيح صح والمفتاح الخاص بالعلم هو الصلاه على النبي. نعم نعم والناس ما بتلتزمش بالصلاه على النبي وما بتلتزمش بالاوراد، ويجي يقول لك انا عايز ابقى بنفهم صحيح ونحفظ ونعمل. طب ازاي؟ طيب صح. ودي يمكن حاجة برضو بنلاقيها في بعض الإخوة والأخوات اللي بيشتكوا من سحر أو من حسد أو من ما شابه، وتيجي تنصحهم بأوراد أو شيء ما بيلتزمش في الآخر ويرجع يشتكي تاني. طب ما هو المشكلة عندك. نعم. طب هل ان هم ما عندهمش التزام. نعم، هل عندك ما يقرأ عن أسماء الله الحسنى، يعني كتب، مراجع، أبحاث، ما شابه؟ لا لا لا، نعم انا ما عنديش كتب معينة بنقرأ فيها. والله نعم تمام. طبعا هو في حد بعت سؤال، مش سؤال ده يعني، ما شاء الله. طيب عموما ايه، احنا هناخد على قدر المستطاع طبعا، عشان يعني طب انا في حاجه، بس نقطه عايز اتكلم فيها لو سمحت. لو اتفضل سمحت، اتفضل اتفضل مع اسئله بس، اتفضل. اللي هي القصه اللي هي خاصه، وحابب ان اخواتي يسمعوها، ان احنا لو اصحاب همة، احنا كمسلمين في الوقت الحالي، نعم، لو احنا عندنا همة زي اصحاب الديانات التانية، احنا عندنا حدث جلل. اقسم بربي لو حدث في اي لاصحاب اي ديانة تانية، كان الاعلام كان اشتغل عليها 24 ساعة، نعم، الا وهي النبوءة الخاصة بتغير المناخ في الجزيرة العربية، اللي سيدنا النبي اشار اليها من 1400 سنة. نعم. الحدث ده اللي هو نزول الثلج وتغير المناخ واتوه لو حبوا على الثلج، او فبايعوه ولو حبوا على الثلج، الحدث اللي بيحدث الان لو كان عند اليهود او عند اخواتنا المسيحيين او عند النصارى، كان الجماعه دول كانوا زمانهم اشتغلوا عليه 24 ساعه، صحيح، في هم يدلكوا ان النبي بتاعهم او الدين بتاعهم حقيقي، وتنبأ بشيء وبيحدث. نعم. لكن احنا للاسف مهملين حتى في اللي بيحدث قدام عينينا. نعم. يعني سيبك انت من الحاجات اللي حصلت في السابق والناس يعني مذكوره في الروايات. طب انت بتشوف بعينك اهو، انت بتشوف حدث الرسول اخبر عنه من 1400 سنه. نعم صحيح. يعني ده المفترض يستغل على اعلى مستوى، هو هذه النبوءه هو بالخصوص. للاسف الشديد، يعني احنا كأمة، سنة بشيعة بشمال بجنوب بشرق بغرب بكله، للأسف يعني الشيوخ والعلماء أبعد ما يكون عن رصد ما يحدث في آخر الزمان، ده للأسف يعني. أما الناس في وجهة نظري يعني، بحس ساعات كده إن السواد الأعظم بيهرب من الحقيقة، ما تفهمش ليه يعني، خايف، مكبر دماغه، حاسس إن الموضوع بالنسبة له صعب، مش مهم، الله العليم. يعني انا مش قادر احط ايدي على السبب الرئيسي لهروب السواد الاعظم من المسلمين من معرفة الحقيقة، ما مش قادر افهمها يعني. على اي حال طبعا بنتمنى ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يعني ايه، ان يستفيق النائم والناس تنتبه كده وتصحصح، ويعرفوا ان هم تحت مظلة أحسن دين وشرع وكتاب ورسول، ويعني مهما هنتكلم مش هنوفي الإسلام حقه. ويا ريت بس المسلمين يستوعبوا ده، يسعوا معنى الإسلام وجوهره وقوته وأهدافه النبيلة، واللي هي مش موجودة في أي ديانة أخرى ولا في شريعة أخرى ولا في أي، يعني حاولوا يضعوا امور وضعيه كتير سواء في اوروبا او امريكا على اساس ان هم يعني يجابهوا الاسلام بشرائعه، ما قدروش يوصلوا حتى ل1% منه. الله عليك يا استاذ، الله يبارك لك، ربنا حبيبي، يبارك لك، الله يعزك يا سيدي، الله يعزك. طيب هو في طبعا سؤال يعني ايه،
أنا شايفه صعب شوية. السلام عليكم، قد أرسلت هذه الرسالة من مدة ولم أجد جواب، الرجاء إيصال هذه الرسالة للدكتور محمد عيسى. السلام على من اتبع الهدى ودين الحق، تحية حب وود معطرة بعتر محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد عرضكم الحركة يورد فيها اسم عميل صهيوني باسم إيلان في ميدان التحرير، ومن يومها ارتعدت خوفا وقلقا لأن عندي بنت في السنة الثالثة من عمرها أسميتها إيلان سهوا وعلى أساس اسم مودرن، وكان المراد أن أسميها فاطمة على اسم مولاتنا الزهراء روحي لها الفدا، ولكني سلبت التوفيق وأنساني الشيطان، وتذكرت هذا الأمر بعد عام بالضبط، والآن بحثت وجدت أصل الاسم عبري وليس عربي. أرجو الرد من الدكتور محمد، هل هناك حرمة علينا في هذه التسمية؟ وهل يجوز أولا أني أنتظر وهل يجوز أو لا يجوز أنتظر الجواب على هذا الاستفسار من مدة؟ مع الحب والود، أخوكم الصغير برير عبد اللطيف محمد التميمي. عندك رد يا أخونا راضي؟ الأسماء يا أستاذ محمد لو كانت بتخالف ألفاظ في العقيدة فهي محرمة، نعم. لكن لو اللفظ ملهوش دلالة عقائدية ما بيدلش على شيء خاص بالدين أو اسم من الأسماء العادية، نعم. حتى لو هو مختلف شوي، حتى لو هو اسم لليهودي أو نصراني لكن ما بيخصش العقائد. طب ما في بعض الناس الإخوة الأكباد بيسموا على أسامي ناس مسلمين بيسموها، يعني نعم عندهم تقريبا علاء نعم اسم علاء، بعض الاسامي اللي هي وكامل وكمال، ودي مسلم ومسيحي بيسميها. نعم وأنا كان ليا زميلة عمل اسمها نعمة وكانت مسيحية يعني. تمام، نعم فالاسماء اللي هي ما لهاش علاقه بالحاجه اللي خاصه بالدين لا حرج فيها، والله اعلم، ده ظني يعني، نعم نعم والله اعلم. نعم وأنا أتفق معاك طبعا، أتفق معاك 1000000%. وأخونا الكريم، إذا في عندك أزمة يعني ما زلت لسه حاسس إن الموضوع مسبب لك أزمة، أنت ممكن ترفع قضية وتغير الاسم طالما إن البنت لسه في تحت وصايتك يعني. حضرتك ممكن ترفع قضية في المحكمة وتغير الاسم، وبعد ما بتحكم لك المحكمة بتعمل إعلان في الجريدة بإن تم تغيير اسم فلان الفلانية إلى الاسم الفلاني بناء على الحكم الصادر بكذا يعني إلى آخره يعني، هو حتى المحكمة بتجبرك على هذا الإعلان يعني. يا الناس بص، بعتين كم أسئلة أنا مش عارف هنخلصها إمتى، بس احنا هناخد بقى يعني إيه قدر المستطاع. و من هم الثلاثة كلهم ابن خليفة؟ جاوب يا عم راضي. طبعا الظاهر بتاع الحدث الظاهر اللي هو في السعودية، اللي هم الأمراء أصحاب الأمراء اللي هم موجودين في السعودية اللي هم عليهم الخلاف بدون نعم ذكر أسماء، نعم نعم بدون ذكر أسماء، تمام. لكن في تفصيلة تانية نعم جالك، إن الأمراء مش شرط الأمراء بتوع الدولة نفسها، ممكن يكونوا أمراء أبناء ابن خليفة لكل من 3 دول، نعم السعودية والإمارات وقطر، نعم وحيحدث بينهم اقتتال، ده رأي تاني خالص. نعم 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 تمام 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 السؤال اللي بعد كده أعتقد السؤال ده هجاوب عليه أنا. تمام الله ربنا يستر. ما معنى إذا باح الميم بسر التعليم ارتجت الكنانة بخطب عظيم؟ هو طبعا النص ده مذكور في الجفر ومذكور في نصوص مولانا ابن عربي، والمفهوم من المعنى ان صاحب سر التعليم لديه سر معين عندما يبوح به يعني اقول ايه الامور كتير في مصر هتتغير، الناس هتنتبه لحاجات، حاجات قدام عينيهم مش شايفينها، وحاجات عدت عليهم وما انتبهوش ليها، فمن هنا هترتج الكنانة لما يحوي هذا السر من معلومات وإخبارات مدهشة للمصريين كلهم بشكل عام، ويمكن للأمة العربية والإسلامية كمان. ده إذا باح الميم بقى. ده إذا باح بقى.
انا قفلت التسجيل خلاص. قفلت الرد عليه يعني. تمام تمام، بس احنا بنصور خد بالك. تمام تمام ايوه ايوه تمام طب يا سيدي، هل البيعة في 2021؟ ده لسه احنا التسجيل طازة. اتفضل، هل البيعة في 2021؟ أجاوب على السؤال ده طبقا للي عندي؟ اه، طبقا للي احنا لسه تمام قايلينه. تمام يعني تمام ادي الاشارة ان احنا كده كده احنا هنزيع ده بعد ما هنكون زيعنا الاولاني، فبرضه جاوب يعني إن شاء الله. ان شاء إحنا الله. بس عايزين نتنبه لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم اللي إحنا اتكلمنا عليها في الإشارة اللي هي موجودة على مدخل أو باب مسجد قبة الصخر، نعم اللي هي مكتوب تحتها 3 نقاط. نعم الثلاث نقاط اللي موجودين تحت البسملة أو تحت كلمة بس تشير إلى 3 سنوات، ده أغظن 3 سنوات. يبقى الفتح أو الإشارة اللي موجودة في هذا المكان بتدي إشارة إن سنة الفتح لهذا المكان هتكون في 2022. نعم طيب هل يعقل، السؤال هنا، هل يعقل إن هو هيكون في فتح في 22، في 2022، ولسه لم تكن البيعة لم تحدث؟ أكيد البيعة هتحدث، وطبقا لكل الروايات اللي هم بيتكلموا عليها ان البيعة بتكون في 10 محرم، اللي هو او في اللي هو قتل فيه سيدنا الحسين. نعم. فان شاء الله السنة دي في اشارات كتير ان في حدث سيكون في سنة 2021 بإذن الله. طبقا للأرقام. لما تيجي تشوف بداية دولة إسرائيل، بداية المذنب هالي اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضرتك، اللي هو بيبدأ من سنة 1948 وينتهي في 2022، هتلاقي ان الفترة الزمنية دي حتى لما تجيبها بالهجري يدي لك الأرقام، لما تجمعها هجري وميلادي يدي لك 19، تمام ما عدا السنة اللي هي خاصة ب 1443 ما اديتناش 19، وكانت هناك في إشارة إن إحنا ننزل سنة من 1340 أو 1443، لما نزلناها سنة اديتنا 1442. نعم لما تجمعها مع الهجري اللي خاص بسنة 1367 اللي هو الهجري بتاع بداية دورة مذنب هالي أو إعلان الدولة اللي هو 1948، هيدي لك المجموع 19. نعم وهنا الدلالة اللي هي موجودة في سورة الإسراء إن ما بين الوعد الحق الأول والإشارة الثانية اللي هي الوعد الحق الثاني ما بينهم 75 كلمة. نعم ال 75 كلمة دول لما لو خدت ال 75 كلمة على أساس إن هي تشير لسنوات مثل سورة سيدنا نوح اللي هي فيها 950 حرف والحروف تشير إلى سنوات، إذا لما تضيف 75 سنة هجرية على الهجري بتاع سنة 1948 هيدي لك 1442، نعم. وكده إشارة حقيقية 100%. وفي في نقطة كمان يا أستاذ محمد، نعم إن إحنا في السابق كان أغلب الناس اللي بيتكلموا على على النجم الطارق وعلى مذنب هالي وعلى الأحداث كان أغلبهم مسلمين، نعم. لكن الآن من يتحدث على ظهور النجم الطارق أو النجم ذو الذنب هم اليهود، بيتكلموا ان في حدث في شهر رمضان القادم، نعم. واللي هو العالم اللي هو نوستراداموس كان اشار ان في سنة 2021 هيكون في حدث في شهر 5، وشهر 5 ده هيوافق تقريبا في نص رمضان، نعم، هيوافق ان هيكون في حدث خاص بظهور هذا المذنب وهيكون في هدى. حتى الاصحاح في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا يا استاذ محمد، نعم، في سفر الرؤيا الاصحاح 18 او نعم 19 مش متذكر، هو يشير الى حدث، الى نعم حدث في هذه السنه. نعم نعم نعم
وطبعا احنا ان شاء الله يعني احنا لسه مخلصين تسجيل دلوقتي. ان شاء الله التسجيل اللي سجلناه مع الاستاذ محمد شارحين فيه الموضوع باستفاضه تامه، جزاه الله خير. ربنا ان يبارك شاء لك الله يكون الفيديو ينزل قريب ان شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شرف كبير لينا يا استاذ محمد ان الشرف ليا احنا أنا والله، الشرف ليا أنا. الله. الله يعزك، الله يبارك فيك. والله يا عم راضي أنت يعني إنسان جميل وخلوق وصاحب علم ومعرفة، وأنا بستفيد منك والله. الله الله يعزك. يكرمك، ده من حسن أخلاقك بس لا والله. لا، العفو العفو العفو. نريد معرفة تاريخ السيد المسيح، تاريخ الميلاد ومكان الميلاد. عندك رأي؟ لا والله ما عنديش المعلومة دي. طيب هو طبعا يعني بعدين إن كان حتى الآن مختلفين في سنة ميلاد سيدنا النبي، نعم. في السنة لا هو ميلاد انا اعتقد 1500. السؤال المقصود منه هل ولد صيفا ام شتاء؟ ده اللي انا فهمته من السؤال يعني. أظن في موسم التمر والبلح. لان طبعا هو انا فاهم برضو ان الغرض من السؤال هو التعارض ما بين وجهة نظر الاسلام ووجهة نظر المسيحية في امر ميلاد السيد المسيح. طبعا الاخوة المسيحيين بيحتفلوا بيه في الشتاء، سواء المسيحيين الشرقيين الارثوذكس في ديسمبر، اسف، في يناير، والكاثوليك في ديسمبر. القرآن لا بيكلمنا على ان كان فيه بلح، والبلح ده كمان رطب يعني استوى، فالدنيا حر شوية يعني. يعني ممكن شهر 7، شهر 8، شهر 9، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي إشارة في الإنجيل برضو يعني معرفش ليه بيتم تغافلها، وهي إن وقت الميلاد كان فيه رعاة بيرعوا أغنام وبيرعوا ماشية، فصعب يكون فيه راعي في الثلوج، لأن فلسطين زي ما احنا عارفين أرض ثلوج في الشتاء. فيعني دي وجهة نظري، والله تعالى أعلى وأعلم. وجهة نظر منطقية جدا يا باشا الله يخليك. وتتطابق مع أغلب الآراء كمان الحمد لله. ومع المنطق. نعم. ومع المنطق والله. نعم. بسم الله. وهل الميم تشير لسيدنا الإمام المهدي؟ الحروف الموجودة في الجفر كلها إشارة لشخصيات. نعم. الحروف، في ناس بتاخد الحروف على أساس إن ده حرف من اسم الشخصية، أبدا. ظن الشخصي إن هو الوزن بتاعه، وزن الحرف. وزن نعم. الحرف يشير إلى وزن الاسم بتاع الشخص. نعم. ده رأي الشخص، معرفش حضرتك متفق معاه ولا لا، لكن في ناس بتاخد الحروف زي مثلا في بعض الروايات في الجفر يقول لك ميم 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 نعم او اربعة ميم. نعم الاربعة ميم اشارة لمين؟ يقول لك ده محمد مش عارف ايه، ميم فيه ميم برضه كذا كذا، ان اسمه واسم ابوه واسم جده كله فيه ميمات. لا، نعم الشخص انا ان الميم هنا المقصودة اللي هي الوزن بتاعها، الميم في أربعة، نعم. أربعة هي أربع ميمات، في أربعة الأربعة في أربعة في 16، يبقى اسم الشخص ده وزنه 16، نعم. المقصود 16 وزن اسمه. ولو سمحت لي اضيف شيء يعني برضو، هو انا عندي من واقع اللي قراته واللي فهمته ان رجال اخر الزمان اساميهم في فلك حرف الميم، يعني فيهم ميم، مش بالضروره يبدا بالميم، عشان في ناس برضو بتتخيل ان الميم بدايه الاسم، ممكن تكون في النص، ممكن تكون في الاخر، يعني مش بالضروره، لكن المهم في ميم يعني بيدوروا في الفلك ده، والله تعالى اعلى واعلم. ولو مش هو اسمه المباشر بيدور، ممكن اسم والده، ممكن اسم جده، يعني في النهايه ملمس مع الميم، يعني ده اللي انا افهمه يعني، لان في نص بيقول رائحه الميم فلا يشمه الا كريم ذو عقل سليم. يعني الميم هنا مقصود بيه الشخصيات اللي بالحرف ده، لما يقترب زمانهم الناس هتشعر وتبتدي ايه
تنتظرهم او تترقبهم. طبعا مش كل الناس المقصود هنا اللي ايه اللي بيتتبع الامر يعني. فاذا فاح شذا طيب ريح الميم فلا يشمه الا كريم ذو عقل سليم. فالميم هنا المقصود بيها مش شخص، ده المقصود بيها مجموعة من الأشخاص، والله تعالى أعلى وأعلم. وتختلف برضه يا استاذ محمد، بمعنى بمعنى الميم المفردة بتدي 4، لكن ميم ميم يه ميم اللي هي كلمة ميم نعم بتدي 9، نعم بتدي نعم الإشارة بتكون لفرضية الأوزان مش لفرضية نعم سامعني يا استاذ محمد؟ معلش سامعني؟ الصوت راح وجه، أهو معلش. ايوه سامعك. تمام. ومش شرط زي حضرتك ما قلت، مش شرط ان يكون الاسم هو اسم محمد. نعم سيدنا النبي في بعض الاقوال اللي كان بيقول انا ابن عبد المطلب، نعم كان بينسب نفسه لجده، نعم كان صحيح بينسب نفسه لجده. لعل الاشاره تكون للجد، لحرف موجود في الجد مثلا. نعم 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 لا، وهو في مثلا نص يخص صاحب تمام مصر بيقول لك إذ ذاك هو الميم ابن الميم. فهنا أعتقد الميم ممكن تؤخذ كحرف وممكن تؤخذ ككلمة، يعني زي يعني ممكن ناخدها على الوجهتين، تمام إن هو يبدأ بحرف الميم اسمه وأبوه أو جده في حرف الميم، وممكن ناخدها الميم اللي هي مكتوبة كده في النص الميم ألف لام ميم يه ميم، فممكن ناخدها بهذا الإطار وأرضه، يعني الفرضيتين مفتوحتين يعني. في سؤال صوتي هو ناخده عشان إيه برضه نسمع كده الراجل بيقول إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ محمد فاضل، محمد عادل أكسبوك، وحضرتك محمد عادل حضرتك طبعا دائم الاتصال ودائم دائما الكتابة. سلامتي لحضرة الدكتور، ربنا يبارك لك يا رب. أستاذ محمد بعد إذن حضرتك عايز أعرف نظام العملات يا أستاذ محمد، هل هيتم التخلص من الدولار واليورو؟ هيتم التخلص منهم وهيتسلب عملة البيتكوين؟ بارك الله فيك يا رب، ده السؤال بالله عليك. السلام عليكم. شوف يا استاذ محمد على ما تعلمته من قراءات لا استنى استنى بس، رايح فين؟ عندك رد يا استاذ راضي؟ الو انا سمعتش السؤال، بيتكلم عن البيتكوين. السؤال مش واضح بس الصوت مش طالع. هل البيتكوين هل الدولار واليورو هيتم الغاء الدولار واليورو ويتم احلال البيتكوين مكانهم، ولا هيفضل الدولار واليورو مستمرين فترة؟ هم بيحاولوا ان هم يعملوا عملة رقمية موحدة على العالم، نعم، واظن اللي هو البيتكوين او البيتكوين ده اللي هي العملة الرقمية، ان هي هتكون اللي هي العملة اللي هم قاعدين يرفعوا فيها وبيخلوا الذهب اسعاره تنزل الفترة اللي فاتت دي كلها، بحيث ان الناس تبيع الذهب في بورصة الذهب، تبيع الذهب وتروح تشتري العملات الرقمية دي، نعم وهو ده المستهدف. نعم ان انت بعد ما تشتري العملة الرقمية والذهب ينزل يكونوا هم لموا الذهب، لان هم نعم عارفين ان العملة القادمة هي عملة الذهب، صحيح، المعدن النفيس هو عملة الذهب. نعم فهم خلاص هم بيحاولوا يعملوا اخر خدعة للمسلمين وللعرب عامة، يعني نعم اللي نعم هي قصة ان يدي لك عملة ويرفع لك في سعرها فانت تقوم تشتري، وفي الاخر هي عملة وهمية ليس لها اي قيمة، طب تنصح بإيه؟ بحيث ان هو يمنك الذهب بالاسعار انا انصح الذهب يا جماعه، الذهب على قدر نعم المستطاع اشتروا ذهب، اشتروا ذهب، والذهب ما تشتريش ذهب الذهب بمصنعيه، في حاجه في المحلات اسمها كسر الذهب او نعم الذهب المستعمل، بيكون بدون مصنعيه او مصنعيه رمزيه، يعني مثلا بيحط لك على لو سعر الذهب مثلا 800 في السوق نعم المحلي بيزود لك عليه 2 جنيه 3، يبقى مثلا ب 300 او ب 803 هكذا. نعم نعم لكن الذهب اللي بتشتريه مثلا عليه مصنعيه هياخد فوق مثلا الجرام حوالي 300 جنيه ولا حاجه خساره، فانت اشتري
تشتري الذهب بدون مصنعيه نعم 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 ربنا ده يبارك. كسر الذهب، او السبائك بالظبط كده. نعم السبيكه بتكون فيها 5 جنيه زياده، 5 جنيه زياده، نعم الخمسه جنيه ديت لما بتيجي تبيع السبيكه بتاخدها برضو في الجرام زياده. نعم 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 ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. طبعا هو في اسئله كتير يا استاذ راضي، بس احنا ايه هنخليها بقى ايه الاسبوع الجاي او كمان يعني 10 ايام كده نعمل نفس التجربه تاني. فارجو ان انت يعني هذا شرف لي ان انا اكون معك في اي وقت يا استاذ حبيبي محمد، واصدقائي اللي عند حضرتك في القناه اشكركم كلكم والله، ربنا يبارك فيك وربنا بس يبشرنا بالبشرى الكبيره ان شاء الله تعالى يا باذن رب، الله. وربنا يبشرنا بالبشرى الكبيره، ان انا شخصيا يا جماعه منتظر حدث في شهر رمضان القادم، بإذن هو الله ده هيأكد ان في شيء حد اللي جاي، وهي دي اهم بشاره نستبشر بيها في الايام القادمه ان شاء الله. نعم. طب السؤال اللي انت سؤال بقى قبل ما تقفل، وشاكر لحضرتك جدا. سؤال الحدث اللي انت منتظره كوني ولا سياسي؟ لا كوني. طيب وانا جنب منك منتظر حدث سياسي في رمضان برضه. الدلالات عندي ان تمام بس تمام الحدث اللي انا منتظره في وانا القدس. عارف اللي انت منتظر. لا انا اقصد على الحدث في في القدس. القدس نعم لان الحدث اللي هيحصل في القدس ان شاء الله، ان شاء الله تعالى يعني هيبقى بداية خير يعني، وربنا يعجل ان شاء الله. تسألنيش بقى، انا قلت اللي عندي كده. الخير اللي جاي كله خير للمسلمين ان شاء نعم الله. نعم 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 بس انا اقصد اللي اقصده يعني من الاخر، انا عارف في والله انا ثورة، عارف في اللي انت ثورة هتقوم في القدس، عشان بس نريح الناس من الاخر يعني، في ثورة شعبية هتقوم في القدس ضد الصهاينة، الثورة دي ليها اثر كبير على مصر. بس يلا بقى عشان انت حبيبي يعني. الله المستعان الله الله المستعان. المستعان. فاحنا كده يعني نقدر نقول ان احنا منتظرين الله حدثين، المستعان. احدهما كوني والاخر والحدث سياسي. الله عليك الله عليك يا استاذ، الله يبارك لك يا حبيبي، جزاك الله خير، الله يعزك. الله يفتح عليك. وانا شاكر جدا للمداخلتين الجمال بتوع النهارده دول، وان شاء الله يتكرروا، ومنتظر بقى ان احنا تحت امرك نلتقي. وخدامك العفو العفو العفو. وطاقتنا والناس على راسي من فوق، الشرف بيكم والشرف بحضرتك والشرف على راسي من فوق. الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب. ماشي حبيبي، ألف ألف شكر. الله يكرمك يا الله رب. يكرمك. ماشي يا سيدي، سلام الله عليكم. يكرمك برعاية الله، مع ألف بعد سلام. السلام. مع السلامة، مع السلامة. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. بداية بنشكر حضراتكم على الحضور، وبتوجه بالشكر والتحية لأخويا راضي عيسى، وأرجو إن تكون المداخلات كانت مفيدة النهاردة، وبعتذر عن أي سؤال ما قدرناش نجاوب عليه النهاردة. إن شاء الله هنكرر التجربة كمان أسبوع أو 10 أيام، ودعواتكم كده بإذن الله إن هو يعني ربنا يوفقنا ونلتقي أنا وهو في فيديو مباشر مع حضراتكم بالصوت والصورة، مني ومنه يعني، مبقاش أنا لوحدي وهو بالصوت. إلى أن نلتقي إن شاء الله معايا ومع حضراتكم في مرة أخرى نفتح فيها باب الأسئلة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إن الحلقة دي تكون مفيدة، وأرجو إن ما طرح من أسئلة المشاهدين وما طرح من إجابات يبقى مفيد لحضراتكم، وإن شاء الله نكررها مرة تانية، وهحاول بإذن الله إن يبقى في مداخلات أخرى مع باحثين آخرين، وهحاول إن يبقى في تجميع لمجموعة من الباحثين في حضور دكتور محمد. فالله المستعان دعواتكم، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.